مناوشات بين الطبلة والجيتار. المقطع ده مشهور جدا في عالم الانترنت ودهاليز الديجيتال لانه كان مختلف تماما ومميز. كان البطل فيه جيتار وطبلة. الحقيقة انه المقطع ده كان شهادة ميلاد لجيتار متميز جدا، جيتار ليس كغيره من الجيتارات. خلينا نفتكر المقطع اللي منتشر جدا وزي ما قلت مشاهداته مليونية، وبعد كده نرجع نكمل الكلام. في الحلقة دي تم تقديم جيتار مبهر، جيتار عنده القدرة إن هو يحاور ويناور ويناوش الطبلة. طبعا الفنان فنان الإيقاع الكبير سعيد الأرتيست كان معانا، إنما العازف الماهر عازف الجيتار الماهر وحيد ممدوح كان بطل هو وجيتاره. النهاردة هنقدم الجيتار البديع وعازف الجيتار الماهر جدا وحيد ممدوح. فنان الجيتار وحيد ممدوح، اهلا اهلا اهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. مقطع الجيتار والطبلة ده على الانترنت ملايين ملايين، يعني يوتيوب لوحده مش عارفة 7 مليون، ده غير بقى الفيسبوك والتيك توك. احنا بنتكلم في مجموع مشاهدات رهيب. الحمد لله. احنا لو ما كناش في برنامج مع حضرتك مش هيحصل الكلام ده، يعني احنا عملنا الكلام ده الحقيقة طبعا الفضل لحضرتك والفضل للبرنامج، والحمد لله كان لحد امبارح واول امبارح بيتبعت لي الفيديو ده وبيحصل عليه تعليقات عندي، ردود الفعل كانت عظيمة الحمد لله. إلا ما نظر يعني حصل حاجات كده، بس ردود الفعل إن جنرال كانت عظيمة. الجمهور فرحان مبسوط، حتى الموسيقيين قالوا لي الحالة دي حلوة وليه ما تكملوش. يعني قادر أفهم إنه في طريقة كلاسيكية للعزف وهي يعني مطلوب دراستها وتقديمها والحفاظ عليها، إنما كمان في مهارات استثنائية بتعمل كده حالة من تغيير او كسر القوالب النمطيه. طبعا. هي التكنيكس ده، التكنيك اللي احنا عملناه هو موجود، انا مش اختراع يعني. انا الكل اللي عملته انه ده حطيناه في قالب الموسيقى العربيه مع الطبله. في تكنيكس كتير انا ممكن النهارده استعرض مثلا حاجه او اتنين من الحاجات دي. الناس ما بيكونوش عارفين ان الصوت ده موجود، والناس ما بيكونوش ملاحظينه، واحيانا ممكن ما حدش يعرف انه ده جيتار. بس هو موجود مش اختراعنا يعني.